سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى البرنامج الرياضي هلا رياضة، المقدم لحضرتكم في بث حي ومباشر مساء كل خميس في مثل هذا التوقيت. نرحب بضيفنا في حلقة اليوم المدرب واللاعب السابق سامي أبو فني، ومعنا في الاستوديو المحلل الرياضي رمز بدير. أهلا وسهلا معكم. ومعكم في الإعداد وتقديم شاكر مواسي. إليكم عناوين البرنامج: حالة من عدم الاستقرار المهني في أبناء سخنين، خسارة أخرى تقود الفريق للمرتبة الأخيرة، والسؤال: هل ستكون المباراة مع هابوئيل حيفا الفرصة الأخيرة للطاقم المهني بقيادة بن سكين؟ مدرب المنتخب أندرياس هيرتسوك يمتنع عن استدعاء فراس مغربي والحارس محمود قنديل، ودعوة لأول مرة لمهاجم مكابي حيفا محمد عواد. في الدرجة الممتازة، لقاء ديربي الوسط العربي هابوئيل شباب الليد الذي سجل أول انتصاراته مع الإخاء الناصر الذي في رصيده والآخر فوز واحد فقط. هابوئيل إكسال ما زال يبحث عن المدرب، ومن المرشحين الأقوياء عمار سلمان لإشغال هذه الوظيفة. هابوئيل أم الفحم يحرز فوزه الثالث، والطاقم الإداري يشكو من عدم توفر ميزانية كافية ويتعاقد مع تشوكول وترجمان. وغدا ديربي في أم الفحم بين أبناء زلفي وهابوئيل أم الفحم، ومباراة مثيرة بين النادي الرياضي الطيرة والمتصدر هابوئيل باقة. موجة إصابات في هابوئيل كوكب، والفريق يتأهل للمرحلة القادمة من مسابقة الكأس، بالإضافة إلى الوحدة كفر قاسم. اتحاد شمشون كفر قاسم مع عنوان بارز آخر بضم اللاعب وائل مريسات الذي لعب مؤخرا في هابوئيل إكسال، لينضم إلى أربيتمان، سراج نصار ومحمود عباس ورفاقهم. دوري أبطال أوروبا: ماذا بعد مباراة اليومين الأخيرين وبرشلونة لم يحقق الفوز في مباراة الثلاث الأخيرة في الدوري الإسباني؟ أعزائي المشاهدين، عناوين هذا البرنامج، نامل أن نكون معها جميعها أو نستعرضها باختصار أو بإسهاب. نرحب بضيفنا في حلقة اليوم سامي أبو فني. أهلا وسهلا سامي. نذكرك لاعبا. أولا للتعريف، سامي أبو فني هو والد اللاعب محمد أبو فني، لاعب هابوئيل خضيرة الممتاز. أهلا وسهلا سامي. أهلا بيك. الفرخ البط عوام يعني. الحمد لله، يعني تعب مجهود مدة طويلة. هل هذا بفضل سامي ولا بفضل اجتهاد محمد؟ يعني سؤال صعب. المضبوط أنه اللاعب محمد هو لاعب قدير، يجتهد مجتهد، كان طالب مجتهد اصلا، ومجتهد اصلا بالتمارين، وبقدم يعني تعب كبير جدا 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 حتى وصل لهي الفتره. اكيد وصول للدرجه الممتازه ليس بالامر السهل. رمز الدير المحلل الرياضي اليوم في الاتحاد العام، انتخابات شينو زواريتس، هذا اسم جديد في الاتحاد العام، هو رئيس الاتحاد الجديد. من هو هذا الشخص وكيف كان سير الانتخابات؟ طبعا شينو زواريتس معروف انه كان مسؤول عن مكابي تحتيكفا، دخل مجال الرياضه ورجل اعمال في الفتره الاخيره، يريد ان يطبق نجاحاته في مكابي تحتيكفا وفي مجال الاعمال وفي الاتحاد العام لكره القدم، يريد اجراء تغييرات كبيره في الاتحاد العام لكره القدم. ولكن هنالك يعني اليوم انا كنت في الانتخابات في التصويت، طبعا قمنا بالتصويت، التصويت كان لم تكن هذه انتخابات، وانما يعني تصويت نعم ام لا. القائمه كانت جاهزه، يعني مرشح واحد، مش مرشح واحد، قائمه ب 31 مرشح. مشان نوضح للجمهور، الاتحاد العام لكره هو التصويت، مش تصويت مباشر لرئاسه الاتحاد العام لكره القدم، وانما انتخابات لاختيار اعضاء الاتحاد العام لكره القدم، وعددهم تقريبا 33. ال 33 يتم اختيارهم 90%، او تقدر تقول جميع فرق الدرجه العليا، كل فريق بيكون له عضو في هذه القائمه. الدرجه الممتازه معظم الاعضاء، معظم الدرجه الممتازه بكلهم اعضاء، بيختاروا ايضا عضو في الدرجه الاولى المنطقه الجنوبيه، وعضو في الدرجه الاولى المنطقه الشماليه، وايضا شخصيات من الوسط الرياضي. الملفت للنظر اولا اختيار عبد المنان التيتي من الدرجه الاولى المنطقه الشماليه، طبعا باسم برنامج هلا الرياضه، طبعا من نتمنى له التوفيق ومنبارك له على هذا الاختيار. يعني عبد المنان التيتي هو اليوم عضو في بالضبط الدحادة. بالضبط عضو في المنطقه الجنوبيه طبعا، لانه الاكثريه هو الوسط اليهود، فتم اختيار افيحي من كفر شليم. ولكن الملفت للنظر، وهذا علامه استغراب كبيره، الدرجه الثانيه صوت واحد، درجه هذا شيء ثاني. في التصويت لما نكون عاملين التصويت،
الدرجة الأولى لما بدك تصوت ويساوي 10 أصوات، الدرجة الثانية يساوي صوت واحد. يا سلام. الدرجة الممتازة والعليا 20 صوت، ولكن الملفت للنظر هذا إكسال، لماذا بهاء خليل غير موجود في قائمة الأعضاء؟ والليد طبعاً الليد بعد أيضاً بعد رحيل أبو صبح أربو كان عضو عام في الاتحاد العالمي القدم، رحل أبو صبح، الليد لا يوجد لهم تمثيل في القائمة الجديدة، ولكن إكسال بهاء خليل، لماذا بهاء خليل غير موجود في هذه القائمة؟ كان على بهاء خليل أن يكون متواجد في هذه القائمة. طيب هذا موضوع يجب التطرق إليه في حلقة خاصة، خصوصا الاتحاد العام ضروري جدا يكون أعضاء من الوسط العربي لحاجات الوسط العربي. هذا استحقاق يعني ده. هذا استحقاق حق. هذا حق بهاء خليل كان يجب أن يكون ضمن هذه القائمة. سامي يا أبو فني نعود إليك، أنت لعبت في فرق عديدة، اشتهر اسمك في هابوعيل وهيب الطيبة سابق عندما كان يلعب في درجات أعلى، وكذلك لعبت في شباب الناصر، وهذا أيضا اسم كان شباب الناصر اسم يهز هز شباب الناصر، كانت من أعرق الفرق في الوسط العربي، اختفى هابوعيل وهيب الطيب، اختفى سامي أبو فني. طبعا أنت طلبنا منك مباراة سخنين، مباراة سخنين كنت هناك، طلبنا منك أن تسجل ملاحظات، طلبنا منك أن تعطينا فكرتك كمدرب وكلاعب سابق لعبت في درجات عليا، عن ماذا شاهدت في اتحاد ابن سخنين؟ سنسألك كثيرا عن سخنين. بصورة عامة يعني أنا يؤسفني أنه فريق زي سخنين عنده مدرب اللي ما بحضر حاله للمباراة. خلينا نقول المدرب بن زكين هو مدرب تقليدي بيلعب 4-3-3 في خلال المباراة نفسها، حتى أنه بيعرف أنه لازم يجيب فوز، ما حاولش يستغل كل الكوادر الموجودة عنده. خلصت المباراة وفي عنده لاعبين مثلا اللي كل وقت على دكة الاحتياط بيعملوا تسخين وما استغلهمش. اثنين ما حط اللاعبين في المكان المناسب، يعني في عنده امير نصار اللي هو لاعب خط متاخر، دفاع متاخر بالرجل اليمنى، حطه بالناحيه اليسار واكل الجول الاول، الهدف الاول. يعني توظيف اللاعبين، توظيف اللاعب مش محله. ف يعني انا بعرفش، في كان عنده نقص العام، كان عنده في عنده مشكله ظهير ايسر، ما عندوش، ما فيش عنده ظهير ايسر يعني ينقص، مشكله بالدفاع. بذكرني في اللاعبين الاثنين اللي كانوا عنده في السنه الماضيه اللي هو اندرسون وهاب شامي، فاذا اثنين مش موجودين فكان يعني بالحري في انه يلاقي واحد وظيفي قبل من ما انه يجي على المباراه. الشغله الثانيه وكانه بيلعب على نتيجه تعادل يعني في المباراه نفسها، فهو ما كان عنده رد فعل في خلال المباراة إنه يحاول يغير في التركيبة، في داخل التركيبة نفسها، بقي على 4-3-3 من بداية المباراة لنهاية المباراة. بالتبديلات كانت عنده تبديلات بطيئة، رد فعل يعني المدرب حتى يكون مدرب رائع يعني هو لازم يكون عنده رد فعل للنتيجة اللي موجودة في داخل الملعب. فكانت أول تبديل عنده بدقيقة 63 غير مدرب لاعب من وظيفة لنفس الوظيفة، في الدقيقة 65 أخرى مرة غير عطى جابر محل خالد خلايلي في خط الوسط، ما أعطى أي إشي يعني المفروض أنه على فكرة هذا التغيير نفس الإشي، التغيير اللي عمل عطى جابر خالد خلايلي محل عطى جابر في مباراة من بطال الكوتس، والتغيير هذا أثبت أنه هذا التغيير يعني ما أعطاش أي فعالية للفريق، بالعكس يعني المستوى هبط في بالدقيقة 63. فوت عبيدة خطاب محل أمير نصار يعني بالدقيقة 63. طب إذا أنت بدك تربح المباراة بيتية وفريق الخضيرة يعد فريق بين قوسين صاعد جديد، المفروض أنك أنت تحضر حالك لإله أكثر، تعمل عليه سكاوتينج أكثر من قبل، مين اللاعبين اللي بيفتحوا على الجانب. يعني الخضيرة كانت تهاجم عن الجانبين فكانش عنده رد فعل شوي، عنا علي عثمان كان يحاول يطلع طلعات، بس من ناحية ثانية أمير نصار ما ساعد الفريق ولا إشي. بآخر المباراة أنا بطلع على الحسابات منلاقي إنه الثلاث لاعبين الهجوم، خط هجوم عنده خط رائع على فكرة، بس الخط الهجوم كل الوقت بيقدم لقدام، بس ما فيش داعم من الخط الثاني ولا يعني تقريبا من عندي هنا بشوف إنه في عندهم ست مرات خطروا المرمى ولا واحد منهن من الخط الثاني. يعني عندنا محمد غدير، كليبات، فراس مغربي هم اللي بيخطروا المرمى، وباقي اللاعبين وكأنهم يعني بحالة باسيفيتي يعني
احنا اوكي نعمل الشغل الدفاعي عندنا وخلص. ففي شيء عندهم الدفاع اللي يحاول يساعد الهجوم. الشغلة الثانية والمهمة واللي هي خسرتهم اللعبة حسب رأيي، أعطوا مجال للخضيرة إنه الخضيرة تمر الكرة القدم بنص الملعب، يعني ما كانش ضغط على حامل الكرة، على حامل على صاحب الكرة نفسها. فبتلاقي إنه الخضيرة عملت عليهم على سخنين حوالي في بخلال الشوط الثاني حوالي 20 تمريري، ولا واحد منهم يحاول يضغط الكرة نفسها. بذكرك بشغلة ثانية والهدف اللي جابوهم من سيخ سخنين، وهنا هو لازم ينتبه انه لازم نضغط اللاعب اللي معه الكرة. كيف سخنين ضربت الجول الهدف، كيف سجلت الهدف، مهران راضي وعلي عثمان عملوا النزول على اللاعب اخطر، خلص الكرة، خسروا الكرة في الدور ال 16، ومن هناك اعطاها لفراس مغرب، فراس مغرب بضرب واحد، يعني عملوا ضغط امامي، في يعني بالضبط ضغط امامي على الحق. يقال سامي ورمزي انه اتحاد ابناء سخنين وصل الى حالات تسجيل، يعني انا كمشاهد المباراة لو كانت النتيجه 4-1 5-1 لا استمر، مشان 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 يكون مشان يكون الشيء واضح. هنا الخطوره في الموضوع هذا، سخنين ما بطل كوت وصل الى كم يعني هائل من الفرق. شلومو أزولاي كان بآخر الدكاكي الأولى 1-0. أخرى مرة في هنا عامل نفسي في الموضوع، غير الخطط المهنية والفنية اللي أحكاها، في هنا عامل نفسي اللاعب والفريق نفسه لما بشوف الخط الهجوم بيضيع أهداف، بيضيع أهداف، بصير إحباط نفسي، إحباط نفسي عند جميع اللاعبين، وهذا الإحباط النفسي بيأثر على معنويات اللاعبين. وعشان هيك في الاستمرار، استمرار اللي صار في بطار القدس بنشوفه أيضا في لعبة بال الخضارة، اللي هو الإحباط النفسي إنه الفريق بيصل لفرص، الفريق بيسجلش أهداف، وهذا الشيء بيؤدي إلى الإحباط أزيد في خط الدفاع. على فكرة في خط الدفاع المدافع بقول لك أنا بدافع بدافع بدافع، واللي قدام بيجيبش جوال، بس احنا نلعبش فرقتين، يعني احسن واحدة. طريق الصراحة والصديق الهجوم هو تسجيل الدفاع وتسجيل هدف، اهم ايش مشان انت تقدر تستغل الفرص اكثر لازم يكون عندك في الهجوم على القليل 6-7 لاعبين. يعني ما لا يمكن ان يكون مثلا محمد غدير او علي عثمان بده يرفع الكرة من جهة اليمين يكون بس علي عثمان، علي محمد غدير ومحمد. هو السؤال اللي بنسال، شو الاستراتيجية انت ك ك ك يعني كمحلل مباراة، شو الاستراتيجية الواضحة للمدرب، مدرب سخنين؟ هل هو يعتمد على الضغط الامامي، هل يعتمد على الضغط الخلفي؟ بالعكس بسخنين هو يعتمد فقط على الكرات الطويلة والسريعة، وكأنه عنده وبالفعل يعني هذا فيش فيه شك انه اللاعبين الاماميين في اتحاد ابناء سخنين هم اسرع لاعبين في الدرجه العليا، ولكن هذا لا يكفي لوحده، يعني بكفي انه لاعب دفاع يكون شوي اكثر قوه من محمد غدير او من كليبات او من فراس مغربي. ما فيش عندك هنا اي يعني فيش عندك زيادة قوة. هو آخر مرة مشان أنت كفريق تعتمد على الكرات الطويلة أو الانتقال السريع من الدفاع للهجوم، يجب أن يكون التأمين الدفاعي جيد، والانتقال يكون انتقال جيد، واحد يعني باس اثنين بالضبط جيد، واحد اثنين ثلاث لأنك واصل للمرمى، يعني هذا ما نشوفوش حاليا بشكل مرتب منظم في سخنين. أنا بحديث يعني مع خالد قسوم مدير الفريق يا أخي أعطاني شعور انه الطاقم الاداري يمنح الثقه كلها للمدرب، ويقولون انه هذا الشيء يعني انا بدي اسال سؤال نعم بدي اسال سؤال ثاني، يعني انا في صار لي يومين بفكر في الموضوع هذا، شو البديل حاليا في السوق؟ شو البديل؟ سخنين قررت اليوم انه تستبدل المدرب بالضبط، شو البديل في السوق؟ انا حسب رايي مش حل، يعني هذا حل يعني سخنين هي يعني شو هل هي الرافدة في اخرى مره اخرى مره اخرى مره في انا بامن في قاعده واحده، انا بامنش في المدرب الجيد والمدرب الممتاز، انا بامن في المدرب اللي بلائم للفريق، مدرب انه يلائم للفريق اهم من المدرب يكون ممتاز. اذا بنزكي هو غير ملائم للفريق حسب رايي. سنتم هذا الموضوع قليلا بعد الفاصل. اذا اعزائي المشاهدين نخرج الان الى فاصل ثم نعود لمتابعه تقديم برنامج هلا رياضه، كونوا معنا. فريق قوي سخنين، انا مع فريق سخنين من زمان،
فريق بيلعب منيح ان شاء الله رب يعطيه القوه ويجيبه قدام شيء يفعل راس. كادب سخنين في قدره ممتازه من اللاعبين اللي يقدروا يلعبوا في الدرجه العليا، بس المشكله انه المدرب ما 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 انطاش الامكانيه لكل لاعب يلعب مكانه او الوقت تبعه خلال اللعبه. بعتقد سخنين مساله وقت، يعني بيجي مع الوقت الثلاث نقاط يعني، بس المشكله شوي لعيب جداد، كل سنه بقى لعيب جداد. وسخنين ان شاء الله المسار المضبوط ان شاء الله، انا بقول من اول خمس فرق راح يبقوا في الدرجه العليا. سخنين يعني فريق ممتاز وعريق وعنده يعني خبره في الدرجه العليا، وان شاء الله باذن الله بس نشوفه الا في اعلى الدرجات باذن الله. حسب رايي سخنين ناقصه قوة شخصية المدرب، عنده كادر قوي مليح بس عندهم مشكلة في المدرب، بعرفش هو عندهم المدرب مش عارف يأثر على اللعيبة اللي يعطوه 200% في اللعبة، ولا المشكلة هي المدرب هو عنده كلة خبرة في الموضوع. أنا بحسب رأيي أبناء سخنين جابوا الكادر شوي متأخر، بإذن الله راح يبقوا يتقدموا وراح يجيبوا نتائج منيحه جيده جدا. حسب رايي سخنين عندنا كادر ممتاز، بس بدنا شويه صبر عبين ما اللعيب يتخبروا مع بعض. وكمان عندي حسب رايي انا مدرب ممتاز اللي عنده خبره، مدرب منيح وبيعطي الثقه للعيبه، بس الشغله بدها شويه صبر والنتائج راح تيجي. انا حسب رايي فريق سخنين وفريق عنده الاستطاعه وفريق مليح، والإدارة مفرقة من كل شيء، بس حسب رأي الجمهور لازم يجي أكثر عن المباريات ويكونوا بيرجعوا بالألاف زي كبير. معكم أعزائي المشاهدين في برنامج هلا رياضة الفقرة الثانية. طبعا نذكركم بأن ضيفنا في حلقة اليوم هو سامي أبو فني اللاعب أو السابق والمدرب حاليا. انضم إلينا الزميل محمد خاسكي. قبل نهاية الفاصل طبعا تحدثنا عن اتحاد أبناء سخنين، عن المباراة السابقة مع أبو الخضيرة، تتبعنا كل الخطوات اللي قام فيها المدرب. الآن ما هي الخطوات التي سيقوم فيها المدرب بن زكين للمباراة مع حيفا؟ محمد خاسكية، الخطوات اللي انت بتحكي عن اللي قام فيها المدرب بن زكين، انا مشفتش انه قام غير بخطوة واحدة. حكى الكابتن سامي من الفقرة الاولى عن الطابات الطويلة، التكتيكة الوحيدة اللي بيلعب فيها اتحاد ابناء سخنين هي الطابات الطويلة. اعطى الطابة لمهران راضي، مهران راضي بحولها لقدام لفراس مغربي لمحمد غدير، وان شاء الله ربنا بييسر ان شاء الله الموضوع لقدام. احسن حالات برفع عندك الظهير الايمن طبعا علي عثمان، الظهير الايسر حاليا معدوم مش موجود، بفتشوا على الظهير الايسر. هاي طريقه اللعب الحاليه موجوده بسخنين. طبعا الجمهور بيقول انه في لعب حلو وفي فرص، الا تخلق فرص. طب لما مهران راضي يعمل ياخذ الفوتبول ويعرف كيف يتعامل مع الفوتبول زي ما هو بيعرف مع التمريرات القصيره والاستحواذ على الطابة ويعمل دبل باس مع اللعيب المناسبين بتوصل لفرص. مدرب سخنين بيشتغلش على بيشتغلش على استحواذ يعني، ما بقول لك اي 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 هجمه حلوه للسخنين بدك تسالني ما لهاش علاقه بالمدرب. برجع بكرر اللي صار في بيطار قدس الموسم اللي فات، انه كل شيء كل نجاح لبيطار قدس كان مربوط في الي وحنا، كان مربوط بالي تفيب، وشفنا اكثر من موقف اللي كان في ورقه الفنيه تاعت اللاعبين. بالضبط شفنا تاي شختر عده مرات، يعني كان في لقطه مشهوره الموسم اللي فات تاي شختر كيف تعامل مع المدرب، وعدة مرات كان في اوراق صغيره اللي توصل من فوق لتحت لبين بين زكي يعمل التغيير هو بنفسه. بالضبط هذا واحد. اثنين، احنا بنقول لاتحاد ابناء سخنين انه يعني حكيتوا عن المدرب المناسب لاتحاد ابناء سخنين، بين زكين في عنده كوكب من النجوم، بنعاود وبنكرر كوكب من النجوم. انت لازم تعرف كيف تتعامل مع هاي الكوكبه. هاي الكوكب من النجوم ما بتيجي انت تعلمها البيسكس تبع الفوتبول، الاساسيات هم بيعرفوا، هم بيقدروا يعلموك. انت وظيفتك كمدرب لما في عندك مشكله بفريق، حكيتوا عن اهدار الفرص، المنظومه الهجوميه تعال نقول ماشي حالها، لما في عندك اهدار الفرص على الاقل الدفاع لازم يكون مترابط، لازم يكون صلب. هو ده بيجي دور المدرب. حتى المنظومة الهجومية لما يصير إهدار فرص معناته في عدم تركيز وفي عدم تركيز. حلو بس بتصير. هذا فيش لحظة في عدم تركيز. عدم تركيز معناته تجهيز اللاعبين للمباراة بيكون في غلط برضه. لويس سواريز عنده حركة من غير طابي ممتازة، استغلال الفرص صفر آخر فترة، ما بيسجل أهداف زي ما هو لازم. برشلونة مرت بهاي الفترة إنه أنت لقدام تهدر الفرص بتغلق جوال ورا.
في هاي الفتره لما عندك انت ما عندكش استغلال الفرص على الاقل الدفاع يكون عندك صلب على الاقل الدفاع يكون عندك صلب قوي يعني ابو عيسى محمود قنديل ممكن يكون طول الوقت سوبر ممتاز روعه والدفاع هون بيجي دور المدرب هون بيجي دور المدرب انه ينظم الدفاع طب لا اذا انت مش منظم الهجوم مش منظم الدفاع والوسط هو المسيطر ومش ما بده شو وظيفته كمدرب على فكره السخنين يعني من ناحيه الهجوم هي قويه شوي ولكن في الدفاع هي خسرت ابراهام باس اللي هو كان قلب الدفاع عندهم خسرت اندرسون اللي مش موجود عندهم اليوم فهذول لاعبين اساسيين يعني يعني اليوم انا بتصورش انه واحد زي ساري فلاح يكون هو العمود الاساسي للفريق ساري فلاح هو لاعب جيد وقلب دفاع جيد ولكن بده كمان دعم واحد اخرى واحد بس انت برضه بتتفق معي انه المنظومه الدفاعيه بتبدا من خط الوسط الدفاعي خط طبيعي. يعني قلب الوسط اذا قلب الوسط بيكون لاعبين اي بيادوا الاداء او المنظومه يعني مشكله بنزكين انه لما تيجي تعتمد على الكرات الطويله انا على الكرات الطويله يعني ايش انقرض هذا من الخارطه الرياضيه شو كرات طويله في شيء اسمه بدك تلعب على انجليزي قديم بالضبط اذا بدك تلعب على تامين دفاعي والهجوم السريع اعمل زي شو اسمه زي ما كلوها الانتقال السريع بوب زي كيف فرنسا اللي لعبت في كاس العالم 1-2-3-4 انت بتوصل للمرمى عندك عندك لعيبه عنده لعيبه اللي بيقدر يلعب فيهم اللعب المباشر احنا بنسميه مش الاستحواذ اللعب المباشر انك انت تحصل الطابه تخلص الطابه من الخصم ومن خط الوسط تنقل الطابة بالضبط هاي هيك ابو هيك ابو كسيت لعب مع مع سخنين في الانتقاليه مش موجوده على فكره عكسها لما يخسر الطابة قدام ما حدا بيرجع لورا زي ما هو لازم لا. عشان هيك انت بتشوف الدفاع مكشوف 100% وعشان هيك انت بتشوف انه استقبال اهداف بيجي يعني حتى من فرصه اللي هي انت بتشوفها بسيطه بكله اهداف وعشان هيك احكي سامي على اساس انه الفريق بيلعب 4-3-3 بشكل عام اي مدرب لما نيجي يقول 4-3-3 الاثنين الجناحين دائما عندهم مهام دفاعيه يعني لما في الدفاع بتكون لما الفريق الثاني بيهاجم بتنقلب ل 4-5-1 لانه اثنين اللي على الاطراف بيرجعوا بيدافعوا بس هون في هالحاله ما كانوش دافعوا بعدين اللاعب فيريرا اللي هو كان لاعب في بيتر القدس نقطه يعني مهمه جدا لاعب اللي اعطى كل القوه تاعته في بيتر القدس اليوم مش عماله بيعطي اربع سنوات مش عماله بيعطي في السخنين ليه لانه تقريبا بيشتغل على نفس التركيبه او نفس المحل الموجود فيه المهر الراضي يمكن هذا اللاعب لانه نفس القدرات نفس ضربات الجزاء التوظيف محله مش ملائم له توظيف اللاعبين يعني زي ما قال محمد يعني هو مش بدوش يعلمهم فوتبول مش معلم كره قدم لا فيش حاجه هو التعليمات الوحيده اللي عند بيني بين زكين انه من الطابه من الدفاع لخط الوسط خط الوسط شيت لقدام كرات طويله شفناها الشغلات اعتمد على محمد غدير وعفراس مغربي على هاي الامور كمان مره هاي نظام اللعب من زمان اكل عليه الدهر والشرب هاي النظام الانجليزي القديم كرات الطويله على فكره هاي بتسبب انه اللياقه البدنيه كمان للاعب اللي قدام بيكونوا طبعا بتعبوا اسرع تتعب الدفاع تبعك اسرع عشان مش هيك عندك استحواذ عشان هيك مش عندك استحواذ في عدم استغلال الفرص لانه لما تطلع اكثر التركيز بكل بشكل عام لما الطابه مع الفريق الثاني مع الخصم وانت بتركض ورا الطابه انت بتركض اكثر وبتتعب اكثر طبعا شايف فمنشان هيك انت بتشوف انه سخنين تاكل اهداف كمان في الشوط الثاني كمان في اخر اللعبه ضد الخضيره خط الوسط قاتله خط الوسط خط الوسط كمان ثقيل ماشي بس انت عارف اقول لك شغله يعني معدل اعمارهم يعني مرار راضي خالد خلاي اللي بيريرا يعني ما فوت فيه عندهم ما فوت عندهم دم ما فوت عندهم دم شباب صغار يعني عندك اسامه خلايلي اللي هو مهاجم يعني مهاجم لمنتخب الشبيبي اللاعب اللي ممكن كان يفيد لو فات مثلا في بدل ما يبدل لاعب في لاعب يعني عبيد الحطاب في امير نصار عطى جابر بدل خالد خلالي استغل الفرصه انت عندك 1-1 النتيجه مش كلها قد لك انت فوت لواحد لقدام عندك بالهجوم اشتغل كمان اخرى واحد بالهجوم حد محمد غدير ممكن واحد ينزل طابه واحد يرفع طابه انت بتحكيش على تشامبيونز ليج ولا على البريمير ليج ولا على الليغا انت بتحكي على الليغا الاسرائيليه مع كل احترام لباول خضيره اذا باول خضيره اليوم مع ميزانيتها 9 مليون شيكل 10 مليون شيكل خصش الميزانيه اذا بدك النقطه اللي بدي اقول لك اياها اذا باول خضيره اليوم هي في المحل الاول المحل الثاني ايه طبعا مع مكتب يعني معناها مزبوط معناها يعني معناها انه الدوري هون انت مش بحاجه تكون لي 33 سنه 34 سنه مهران رادي ولا كلوديمير هاي خط الوسط اللي كل فريق في الدوري بحلم فيه حلم فيه مع نهايه الموسم ما اختلفناش معك الجيل التنويع هو قصده سامي التنويع لما بتتغير
كمدرب شو الفرق بين مدرب ومدرب؟ المدرب الشاطر هو اللي بلائم اللاعبين وفي توظيفهم في خلال المباراة نفسها حسب النتيجة الموجودة. يعني إذا بتستكفي أنت بنتيجة 1-1 محمد فضل. خلينا نطوي صفحة سخنين بسؤال أخير للمباراة مع هابوال هيفا. أيضا هابوال الخضير أنا مهم أسأل سؤال، ليسو أبيتان هذا المدرب هو مدرب مغمور يعني هو صعد مع الفريق للدرجة العليا. أنا شخصيا بروح أحضر تدريبات الخضير أحيانا، يعني بشوف هناك لاعبين عرب، هناك 6 لاعبين عرب. اللاعبين العرب هناك اللي هم أبرزهم يعني أعطاهم دور، سليم عماش من الدرجة الأولى مرة واحد سليم عماش يسجل أهداف الدرجة العليا. كمان عندك علي خطيب، علي خطيب شفنا في الناصري، شفنا في الخضيرة، كل جمهور الخضيرة علي خطيب بالنسبة لهم اللاعب رقم واحد. لماذا هذا يا محمد؟ أول شيء هاي اللاعب تقول عنها حط موضوع القومية حطه على جانب، بيستاهل يكون في الدرجة العليا. نقطة سطر جديد. إذا نيسو أكي. إذا نيسو أفيتان لا أنا بحكي ده كله ده كله مهني. إذا نيسو أفيتان شايف هالشغل قدام عيني، شايف محمد أبو فندي بيستاهل يكون في الدرجة العليا، شايف إنه علي خطيب ممكن إنك تحطه بالفريق ويكون ممتاز في الدرجة العليا، شايف إنه عماش كمان من جسر الزرقاء إنه يكون مناسب الدرجة العليا، هاي نظرة مدرب. وهاي اللاعب أثبتت نفسها حقيقة على أرض الواقع. أنا بس تفضل. ست لعيبة من الوسط العربي، هذا فخر واعتزاز لكل واحد فينا كعربي، بس بقول لك إن هم بيستاهل يكون بهالفريق، يكون بهالدرجات ومنها الأعلى كمان. إذا شاف المدرب زي نيسو أفيتان اللي غدر إنه ينتبه للأشياء الموهبة الموجودة عند كل لاعب ولاعب، وغدر إنه يستغلها، معناه هو كمدرب ممتاز، وهم كلاعب لاعبين ممتازين. أنا عندي من نقطة أخرى زي ما بقولوها، كل احترام لإدارة الخضيرة إتسك منطورة والموجودين هناك بالضبط بالضبط بعطوا بالضبط. أنا حسب أخرى مرة برضو كل احترام طبعا للمدرب، يعني مع كل احترام إلى الفرق الثانية، لو فرق ثانية أعتقد إنه بجوز يكون في برضو زي ما بقولوها أسباب ثانية اللي تمنع إنه يلعب كم هائل من اللاعبين العرب. يعني مظبوط انه علي خطيب لاعب ممتاز، لاعب درجه عليا، والباكين هم لاعبين ممتازين، ولكن يعني مكابه لبيب او مكابه لبيب وعيله لبيب والفرق الاخرى هل قادره انها تضع 5 لاعبين عرب في التركيب الاول؟ اشك في ذلك. طب حقك محمد بالنسبه لابنك، طبعا احنا نعرف انه اللاعب محمد ابو فني هو ابن سامي ابو فني ووصل للدرجه العليا بجداره واستحقاق. في العام الماضي غاب، يعني هبول مكابي حيفا، وطبعا لاعب مكابي حيفا بطاقته مع مكابي حيفا، شبيه مكابي حيفا كان متألق، هو محمد عواد. نعم. محمد عواد اليوم استدعي للمنتخب لمعلوماتكم. نعم. استدعي للمنتخب مع اسكتلندا ومع البانيا. أيوه. رائع جدا، يعني هذا تقدم كبير بالنسبه لمحمد عواد. بالنسبه لمحمد ابو فني في الموسم الماضي لعب في ابو ارمدجان كان فريق أسفل اللائحة وكان مهدد بالهبوط. بدي أفاجئك بشغلي، محمد أبو فني في العام الماضي في السنة الماضية كان من أفضل اللاعبين اللي سجلوا نتائج في أبو رمضان. لا في مكابي حيفا، وكان المدرب كان في بداية السنة، أنا بحكي لك، وكان المدرب في معسكر التدريب، والمدرب حطه بالأول اللاعبين في القائمة على أساس أن يكون يعني لاعب اللي يكون لاعب تركيب أساسي. ولكن الاستراتيجية الموجودة بمكابي حيفا انه دائما بدهم النتائج سريعة، فبدهم دائما اوروبا وبدهم الكاس وبدهم البطولة وكذا، فحاولوا انه ياخذوا اللاعبين اللي هم 400,000 يورو 500,000 يورو نص مليون يورو، فما كانش مجال لهاي اللاعبين الشبيبة. يعني بدا المدرب جاي لوزون بحوالي 27 لاعب من البداية، في فترة من الفترات كان عنده 34 لاعب، فانجبروا انه هاي اللاعب الصغار الشبيبي انه يطلعهم ياخذوا دقائق لعب في درجة اخرى. محمد ابو فني كان عنده مشكلة انه ما استوعب هذا اللاعب انه يروح يلعب بفريق زي رمضان، من ناحية عقلية نفسية زي ما قلت انه من الداخل ما كان مستعد، كان هو متوقع انه يلعب في الدرجة العليا، وما بدا معهم، ولهذا السبب تأخر عن القطار تبع بنادو في رمضان مدة حوالي شهر تنو بلش يتمرن معهم، فكان عليه صعب أن يتأقلم معهم لأنه أولا بعيد، مسافة بعيدة وتستأجر دار جديدة ومكان آخر لحاله، فكان ما كانش معني أنه يلعب عندهم. وبعد ما لعب شوي عندهم أخذ الإصابة بالشوط الثاني، بالنص الثاني من الدوري. محمد الفني كان من أفضل اللاعبين في رمضان، ولكن النتيجة أنه الفريق نفسه ما كانش على قد المستوى.
انا حسب رايي بالنسبه لمحمد الفني افضل شيء حصل للاعب انه ترك مكابي حيفا. احسن شيء حصل ما تركش لا يعني ترك انه الموسم اللي فات هو الكرتو مش... انا بقول لك هاي الفتره انه ترك هاي الفتره بالضبط هاي الفتره احسن شيء عمله طبيعي. انه ترك مكابي حيفا. الضغط الموجود في مكابي حيفا ولاعب شبيبي ولاعب شبيبي بده دقائق لعب والجمهور ما بيساعد. احنا شايفين جمهور مكابي حيفا بعد اول خساره نقاط الضغط الموجود على اللعيبه مش كل كان واحد هائل من الضغط معروفة هالشغلة 6-7 سنين ما شافوا أي نتائج إيجابية من ناحيتهم. فهو عمل من ناحيته الإشي الإيجابي والأحسن والأفضل إنه راح لمحل ثاني واليوم موجود في بعلي خضيرة محل أول محل ثاني. فهي المناسبة نبارك لمحمد أول طبعا نبارك لمحمد المشاهدين. نخرج الآن إلى فاصل آخر سنعود لمتابعة تقديم برنامج هلا رياضة. نحن بانتظارك. معكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في البرنامج الرياضي هلا رياضة المقدم لحضراتكم من استديوهات تلفزيون هلا في بث حي ومباشر. إعادة هذا البرنامج الليلة في 1:30 بعد منتصف الليل وغدا الجمعة في 5:00 مساء. ضيفنا في حلقة اليوم سامي أبو فني من كفر قراء هو لاعب أبو علي الوهيب الطيبة سابقا وشباب النصر وفرق عديدة أخرى. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. رمزي بدير طبعا الزميلين رمزي بدير ومحمد خاسكي معنا. نريد الآن أن نفتح صفحة الدرجة الممتازة والدرجة الأولى. الدرجة الأولى هنالك مباريات غدا سنتحدث عنها كثيرا ولكن مهم جدا مباراة شباب الليد مع فريق الإخاء الناصرة. هذا عنده فوز وهذا عنده فوز يعني تحصيلهم حتى الآن. إحنا نجي نقول هيك مباراة الليد يعني رويدا بدأ يعني زي ما كلوها يدخل على المسار الصحيح. تعادل بعدها صار عنده تعادل وفوز وفوز يعني المدرب سليمان ما شاء الله كل مرة بيثبت لنا. هو طبعا وعد انه راح يخرج من الفترة الصعبة اللي انا كل مرة بفجأ انا شخصيا كل مرة بفجأني صراحة يعني الموسم الفايت توقعت ان الليد ينهار وزي ما كلوها في الوقت المناسب على الرغم انه ما عززش الفريق دخل على مسار الصحيح وهذا بالرغم منه اللي طبعا وفاة ابو صبحي طبعا الا انه سليمان يعني اخذ له وقت شوي وفيش تعزيزات في الفريق وشوي شوي الفريق بدا يدخل على المسار الصحيح. اكسال حتى هذه اللحظه بدون مدرب اعتقد حان الوقت انه فريق في الدرجة الممتازة يجب ان يكون له مدرب. نقطة سطر جديد يعني طبعا أنا بحديث مع إكسال وعدوني أنه بكرة الجمعة راح يكون عندهم مدرب جديد. من الأسماء المعروفة كان أكثر المرشحين يعني عمار سلمان لاعب ومدرب أبو علي الكوت سابقا. عمار سلمان اليوم موجود في أهل الخليل بدرب في الدوري الفلسطيني ودرب أبو علي الكوت ودربها كوح مكابي رمضان جان ايضا في الدرجة الممتازة دربه لمدة 10 مباريات على ما اظن وكان فيه محاولة تدخلات على عمار سلمان من قبل ادارة الكوح واستكال يعني مدرب اللي عنده شخصيته شخصية قوية جدا جدا بفرض هيبته شخصيته في بتمنى اذا اختاروا انه يكون اختيار موفق لعمار سلمان. طبعا بعده ايضا نيسان يحسك المرشح في كمان في اسماء اللي هي اساف نمني هي هذه الاسماء زي ما بيقولوها كل مدرب كل فريق بكل كل فريق بكل مدرب هذه الاسماء طوالي. طيب تعال محمد ايوه سنسألك عن الدرجه الاولى هذه المره. الدرجه الاولى هناك 3 مباريات هي نقول على صفيح ساخن مباريات هامه جدا. طبعا الدوري ببدايته حتى الان لا تكرر شيئا كثيرا بالنسبه لمشوار الفرق. أبو علي من الفحم هي زي اشبه مباراه ديربي سيلعب على ملعبه مع الفريق المضيف ابناء زلفي يعني هي مباراه زي مباراه ديربي اخويه يعني انا حسب ما المعلومات اللي وصلت انه ابو علي من الفحم هو الذي سيبيع التذاكر ابناء عائله واحد تمام ابناء عائله واحد وهكذا نامل ان يكون دائما. ابو علي من الفحم طلب من اداره زلفي انه اعطونا الكروت واحنا من بيع الكروت على اساس انه برضه يكون دخل ابو علي من الفحم من بيع الكروت اشتروا لك الكرت بمبلغ معين ببيعوه بمبلغ معين في حسب ما فهمت 3000 تم تخصيص لام الفحم و1000 ل زلفي. بعرفش هذا الموضوع صحيح هيك اللي سمعته هسه انا ساحاول نسال محمد سليمان مدير الفريق حاول سنتصل به قليلا ونساله بعض الاسئله. الان محمد سليمان ابو ادهم معنا على الخط. سلام
اخ محمد سليمان يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا شاكر. اهلين يعطيك العافيه. اهم شيء انا شاهد انك انت اليوم صوتت لعبد المنان التيتي. صوتنا لعبد المنان التيتي. عبد المنان التيتي حبيبنا وممثلنا كلياتنا. محلاك وانت مش مصوت لعبد المنان. لا رمزي بي رمزي بشهد انه صوتنا لعبد المنان. انا بشهد. شوفت ابو ادهم رمزي بشهد انه اليوم في اغلب الوسط العربي بكى زي الغنم مجرور. ما انا قلناه تحدثنا عنه. خصوصا انه كل فريق له صوت واحد يعني او صوتين بس يعني ما لوش تاثير. لا هلا رحنا على قائمه جاهزه يعني احنا بكينا بس حسام الدقومي. مظبوط. طيب على كل حال هذا الاستاذ بس للاسف الشديد انه انا وابو سلمان بعدنا جداد يعني ما مش زي اللي صار لهم 20 سنه و25 سنه و15 سنه و10 سنين قاعدين بنجروا. اسفاء على رمزي واللي زي رمزي. ابو ادهم الشغل الشاغل الان ليس الاتحاد العام والتصويت هناك، الشغل الشاغل مباراه الديربي مع فريق ابناء زلفي. طبعا هذه المباراه من المفروض ان تستقطب اهتمام الالاف. من صراحه اخ شاكر انا موجود هسه حاليا في نادي الفريق. الشباب قاعدين ببيعوا تذاكر. الاقبال اللي قاعد بصير حاليا في نادي الفريق واقبال اللي صراحه في السنه الاخيره ما كانش مثيل له. انفتحت شباك التذاكر انفتح قبل ثلاث ساعات، صار مبيوع اقل شيء تقريبا 500 كرت صار مبيوع. متوقع انه المدرجات كلها تكون ملانه بكره في استاد السلام. شرطه اسرائيل اعطتنا انه نبيع 4000 كرت، فظن انه 4000 كرت راح تنبعن، وبالعكس راح انه يجي اكثر من 4000 واحد على الملعب. تعتقد انه اكثر من 4000 يحضروا للمباراه هذه؟ طبعا في مباريات اخرى في الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. اخ شاكر هنا احنا بنتحدث عن ام الفحم والمنطقه اللي هي ام الفحم والكره جميعها، الجميع راح يحضر. شايفين احنا شو قاعد بصير بالشارع واحنا جاهزين بكره للمباراه. سخنين كبيرة كان فيها ألف. طبعا ابو العم احمد ابو العم يعطيك العافيه. ابو العم معنا طبعا. احمد خازكي يعطيك العافيه. الله يعافيك. سؤال بالنسبه للعلاقه الاخويه اللي بتربطكم مع الاخوه من زلفه، يعني قصه التذاكر ال 4000 طبعا في تقاسم او في قسمه مشتركه بالارباح من هاي التذاكر بين فريق من الفحم وبين فريق زلفي؟ محمد انت بتعرفني قديش انا صريح بي 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 عشان هيك سالتك السؤال. احنا اشترينا التذاكر باقل من سعرها الموجود. فريق من الفحم راح يربح، راح يكون له مردود مالي من هاي المباراه. الجمهور قاعد بيشتري الكرت ب 100 وب 200 وب 150 وب 120 وب 80 وب 90 وشيء صراحه شيء بثلج الصدر. اكل شيء راح تكون حصيله فريق بويم الفحم هي ثلث الكوبال اللي راح تكون بكره. هلا بويم الفحم مرشح بقوه هذا الموسم للصعود؟ اخ رمزي بظن انه هذا سؤال شوي طبيعي. مش جدي. انت تعرف انه بوهيم الفحم منذ الدقيقة الاولى اعلن عن نيته للصعود. كانت بعض الاشكاليات من ناحية تركيبة فريق. الفريق ضم هذا الاسبوع ثلاث لاعبين اللي هو مدافع ايسر ومدافع ايمن ولاعب خط وسط متأخر. بظن انه الفريق كامل متكامل. هذا القطار وهذا المارد اخ شاكر مواسي اخر مره اخ شاكر مواسي. سؤال لماذا تركز على شاكر مواسي؟ ساركب القطار معكم يعني. كيف سنركب القطار سويه؟ لا دير بالكم باقي يعني. طبعا اخ شاكر انت اللي بتختار تركب القطار ولا تنزل من القطار. طبعا ان شاء الله النجاح للجميع. كل اخ محمد انت تحدثت عن ثلاث لاعبين، انا اعرف تشوكولو ترجمان، من هو اللاعب الثالث؟ لا انضم دروري المدافع الايسر تبع بايرت ليا وتشوكولو هافيران ترجمان. ممتاز. فيش تصريح لاعبين؟ لن يصرح في الوقت الحاضر ولا يتلاعب من فريق بايرن ميونخ. طيب نرجو لكم التوفيق محمد سليمان، نعمل التوفيق لأبوائل أم الفحم دائما. جمهور أبوائل أم الفحم يستاهل كثير كثير طبعا مثل درجات أعلى يعني. شكرا لك. عبر برنامجك الكريم ندعو جميع الجماهير الفحموية بكرة
بدنا الهناجر، بدنا الاشخاص كلها تركب بالمدرجات وتدعم الفريق الفحماوي. هو ملاحظه يعني بالمناسبه المباراه يوم جمعه، يعني كل الدرجه الاولى بتلعب يوم جمعه، كنت اتمنى اكون في اللعبه هاي يعني مشان اللعبه مهمه جدا يعني. انت صحفي وانت مدعو لمباراه المفاهيم، لان مباراه المفاهيم هي المباراه المركزيه اخ شاكر في الدرجه الاولى لهذا الاسبوع، هي المباراه المركزيه ومباراه الدربي، فانا بفضل اخ شاكر انك انت تكون على راس الصحفيين المتواجدين في ملعب استاد السلام. طيب يعطيك العافيه، شكرا لك، ودائما احنا مع أبوي المفاهيم كل مناسبه بنحضر أبوي المفاهيم. شكرا لك حبيبي شاكر. طيب اذا طبعا للانصاف ايضا محمد، انت تحدثت مع محمد السنان، انت من الطيري وبقى والطيري غدا، ماذا تقول احمد ابو العم؟ ليه احمد ابو العم معطيني احساس انه في بينك وبينه دربي خاص بين احمد ابو العم ام الفحم وشاكر مواسي بكر الغربيه؟ اول شيء محمد سليمان كان معنا. احمد ابو العم خطا وارد، مش مهم. احمد ابو العم معنا، كان في دربي خاص بينك وبينه في هاي المقابله الهاتفيه. بنحكي على حكيت عن الطيري وعن بكر الغربيه، شفناها بالكاس مع كوكب يوم الثلاثاء، كان اداء يعني مش مقبول، بيخسروا 4 على ارضه. لا لما الفريق البيتي يستقبل 4 اهداف طبعا هاي شغله بديهيه انك تكون مش مقبول او غير مقبول ان يكون عندك 4 اهداف في بيتك، بس مجريات المباراه كانت شوي مباغته، كانت يعني انه في عندك كان فرص مع بدايه المباراه للطير، لو استغلت هاي الفرص كان حلو. كل مباراه تغيرت يعني، تصور كوكب لاعب تعزيز في فريق الطيري بعد 20 ثانيه كان في مواجهه مع احمد شبيل، يعني كوكب لو سجل هدف كوكب ثواني بس ثواني رمزي كوكب ابو الهيجة كوكب ابو الهيجة فريق ممتاز، لاعب جاي واحد جاي ممتازين، طاقم مهني ممتاز بقياده الكابتن طبعا ايمن ليلى بن نور وجعفر بدران. بنحكي على فريق اللي عنده اصابات، امير ابو نيل واحد من اعمدة الفريق، وسيد احمد ايضا، وسيد احمد كمان عندك الظهير طبعا، المدافع تصاوب، هاي موجه الاصابات اثرت على اداء الفريق، مع انه اداء الفريق كان مع بدايه الموسم كان ممتاز في اول مباراه ثاني مباراه، المفروض كمان انه يهتموا بهاي الشغل ويجيبوا كمان لعيبه، لانه حسب ما انا بعرف امير ابو نيل على الاقل لشهرين بريد واحمد سيد بريد احمد الملعب. نهايه الموسم طبعا صعب الاصابه يعني. صحيح في الرباط الصليبي اذا انا مش غلطان. بالنسبه للطيري حكيت انه في عندك بعض المشاكل، الطيري يعني كفريق خذ كل خط من خطوط الفريق، فعندك لاعبين اللي عندهم الخبره، لاعبين ممتازين، ان كان حاسم مرمى اللي اجى من الليد ستاف بلازنتر، ان كان الدفاع بيركوفيتش اللي اجى من هرتليا، انا عندي ملاحظات، وعندك عامر منصور، وعندك ادم سلطان، وعندك جوني اللي بيلعب ظهير خط الوسط، بكفي احكي لك عن الاسم سمير عبد الحي خط الوسط اللي هو سمير كان بيوم ممتاز 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 مباراة. بعض احيان اخ رمزي يعني في شغلتين، اداره الفرص هي شغله معروفه، والاغلاط الدفاعيه الشخصيه اللي بتصير، وضغط الجمهور. يعني انا كان لي حديث مع اداره الطير ومع حتى اداره كوكب، يعني حكول عن هذا الموضوع، انت بتحس انه الضغط من اول دقيقه، ضغط الجمهور على اللاعبين، انه اللاعب يتاثر من ضغط الجمهور، حتى بحركاته بتمريراته بتصرفاته باتخاذ القرار كيف يسجل او ما يسجل هدف، الجمهور في بالاخص لما الجمهور يكون على السياج وكل لاعب من اللاعبين بيسمع شو اللي بيصير، فهي الامور بتمنى انه لقدام انه يعرف يطلع منها. بكره في عندك مباراه مهمه جدا للطير، النادي الطيري كمحاوله انه يطلع من الدوامه البسيطه اللي فات فيها مع بدايه الموسم. باكر الغربيه فريق انا طبعا الجمهور يعني بفوت من اول المباراه ضغط بدايه الموسم، هذا كله يتعلق بالاداره، كيف الاداره تحاول تمسك الجمهور على اساس انه ما ترفع التوقعات زياده عن اللازم. اي خساره في بدايه الموسم هي لا فيها طلوع ولا فيها لا صعود ولا نزول، وانما انه انت تحافظ على توازن معين ما بين الجمهور واللاعبين والاصابات واللاعبين الاحتياط. فاذا انت مدير اداره جيد بتقدر تتمكن انه انت تعمل التوازن الموجود ما بين الجمهور، ما بين خساره او كبوهون او كبونه. انا بدي اول شيء بالنسبه لمباراه باكا والطيري، حسب ما شفت مباراه كوكب والطيري، اذا الطيري اعطت باكا مساحات باكا راح تغلب المباراه بسهوله ايضا، لانه شفت الطيري في مشكله عندها لما تعطي مساحات للفريق الثاني، في ضعف في خط الدفاع في قلب الدفاع في بطء
بطء مخيف جدا في خط في قلب الدفاع. انا شفت انه الاختراق دفاع الطيري كان بشكل سهل جدا جدا. لهذا الطيري حسب رايي راح تلعب بكره تعطي، انا متاكد ان محمد سمار مش يعطي مساحات لطيري وهيلعب بتامين دفاعي بالضبط، تامين دفاعي، لانه بالتامين الدفاعي راح يكون دفاع الطيري قوي جدا، لانه عنده لاعب خط وسط من افضل اللاعبين اللي هو سمير عبد الحي يعني كمدافع اول. لهذا السبب الطيري اذا ارادت ان تحصل على نقاط عليها ان تكون بالتامين الدفاع والخروج للهجمات المنظمه والسريعه والمرتده. اذا كنا نتمنى ان نتحدث اكثر عن موضوع الدرجه الاولى وباقي الفرق، ولكن وصلنا اعزائي المشاهدين الى الفقره الاخيره من برنامج هلا رياضه. سعدنا بمرافقتكم، على امل ان القاكم في برامج اخرى. نشكر المدرب واللاعب سامي ابو فني وكذلك زميلين محمد خاسكي والزميل رمز بدير، ومني معد ومقدم البرنامج شاكر مواسي أجمل أمنيات وأحلاها. إلى اللقاء في البرنامج القادم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.